مشاهدينا للحديث أكثر عن هذه المناسبة وأسباب هذه المناسبة، وأيضا ما نتج عنها؟ هل ما زال موجودا لهذا اليوم؟ هل لها آثار امتدت لهذا اليوم بعد 62 عاما كاملا؟ معنا في الاستوديو الدكتور فارس عبد الوهاب، وهو باحث في التاريخ. اهلا وسهلا بك دكتور. اهلا وسهلا. صباح الخير. بالمناسبه مو دكتور، ماجستير بالاقتصاد بس مو دكتور. اهلا وسهلا على راسنا. استاذنا العزيز، شنو الدوافع الحقيقيه والاسباب وراء هذا الحدث السياسي او حتى الاجتماعي، واللي هو انعكس على كل الاصعده في وقته؟ بالتأكيد يعني ثورة 14 تموز ما جت عن ارتجالية وإلى آخره، وإنما جت بتاريخ النظام الملكي اللي كان بالعراق، كان مبني على أساس الملك البلاط نور السعيد والأقطاع، ثلاث ركائز ركزت النظام الملكي. في كثير من الأشياء اللي حصلت في وقتها أدت إلى هيجان الشعب العراقي. مثلا من الأشياء اللي صارت بوقت النظام الملكي، اللي سنة 33 تم القضاء على الحركة الآثوريين اللي هم سكان العراق الأصليين، إبادتهم بحدود 2000-3000 قتيل من عندهم. الحركة الكردية تم تسفير وتغيير الزعيم الحركة التحرورية الكردية الملا مصطفى البرزاني وأبعاده إلى الاتحاد السوفيتي. فهذه كلها خلت ردود فعل قوية كثيرة عند الشعب العراقي. زائدا أنت تعرف أنه ذاك الوقت كان العراق يعني يعتمد الاقتصاد الوطني على القطاع الزراعي، هو المشغل الأكبر للأيدي العاملة العراقية، وبنفس الوقت يشكل النسبة الكبرى من الدخل القومي. الأقطاع كان مستغل الفلاح العراقي ويستعمل الانتاج اللي موجود من عنده بالقطاع الزراعي للتصدير وعدم الاستهلاك المحلي، فكان يصير نوع من الجوع، نوع من الحاجة الداخلية، والاستبداد أدى إلى الهجرة الجماعية من الريف إلى المدينة. هذه العوامل كلها خلت تصير حركات تصحيحية بالعراق، حركات تصحيحية عسكرية ما كثير منها ما نجحت إلى أن جت ثورة 14 تموز، لأن كانت ثورة لها كيان، لها تنظيم هيكلي. تعتقد لكونها عسكرية هذا مو شيء فيه جانب من السلبية أو من مآخذ هذه الثورة، لأنها لم تأتي ربما بحركة شعبية كاملة لوحدها، بل جاءت ببدلات العسكرية. الثورة 14 تموز كان لها تنظيم خاص، لها لجنة تنظيم الضباط، اللجنة العليا لتنظيم الضباط الأحرار. هذه اللجنة متكونة من 15 شخص، شخصية عسكرية. في بعض الهيئات اللي موجودة بها هي التباحث مع الأحزاب الشعبية، مثل الحزب الشيوعي وحزب البعث وحزب الاستقلال وحزب الوطني الديمقراطي، أحزاب نخبوية. هذه أدت إلى أنه هي مو ثورة، هي فعلا تنفيذ عسكري. عبد الكريم قاسم لواء 20 ولواء 19 وعبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف هم اللي نفذوا الثورة. ولكن لو تشوف أنه أول وزارة تأسست يوم 14 تموز اللي انعلل عنها بنفس هاي دار الإذاعة هذا قبل 62 سنة ساعة حوالي 9:30 الصباح تشكلت الوزارة، 13 وزارة شخصية، ثلاثة منهم عسكريين والبقية كلهم مدنيين اختصاص. عندك فؤاد الركابي عن الحزب البعث وزير الإعمار كان، عندك إبراهيم كبة عن الحزب الشيوعي، هديب الحاج حمود، محمد حديد، عبد الجبار جومرد، هذه كلها أسماء رنانة، وهي من الأسماء اللي كانت لامعة في وقت العهد الملكي. يعني هذه تنطيك انطباع أنه ثورة 14 تموز ما جت ضد الملكية كملكية، وإنما جت ضد الظلم والطغيان اللي كان حاصل من بعض رجالات الحكم العهد الملكي فقط لا غير. عندنا أنه لما أنت عبد الجبار جومرد، المرحوم محمد حديد، هديب الحاج حمود، إبراهيم كبة، هذول كلهم كانوا رجال من العهد الملكي. شوف شلون. زائدا لما نجحت الثورة بعد كذا حوالي سنة 59 وجهوا دعوة، عبد الكريم قاسم الله يرحمه وجه دعوة إلى محمد الخامس ملك المغرب. وصار الاستقبال بحفاوة بشكل كبير جدا. المغزى من الكلام هذا أنه ثورة 14 تموز ما جت ضد الملكية، وإنما جت ضد الظلم والطغيان، وهي المؤشرات إلها. بالمناسبة المواطن العادي مثلي ومثلك، احنا
أهم شيء بالنسبة لنا علاقة الحاكم بالمحكوم. يعني أنا اليوم ما يهمني أعيش في مجتمع إن كان ديمقراطي برلماني رئاسي أو أي إن كان تسميته، تشوفين شلون، ولكن علاقة الحاكم بالمحكوم هي اللي تحدد مدى نزاهة وقوة وشعبية السلطة التنفيذية. يعني مثلا أجيب لك مثل قريب همنا للمقارنة، العائلة الهاشمية في العراق والعائلة الهاشمية في الأردن. الأردن لحد الآن وهم جزء لا يتجزأ من الشعب الأردني في حماية مصالحه ورفع المستوى الاقتصادي ورفع المستوى التعليمي في الأردن إلى آخره، بينما احنا ربعنا هم أولاد عمهم. يعني الثقافة كانت مهملة إلى حد كبير، القطاع الزراعي كان قطاع استغلالي، نادر ما تلقين أنه فئة من الفلاحين العراقيين اللي أولادهم تربوا وصاروا. فهذه النقاط كلها تدلك على أنه ثورة 14 تموز هي ثورة بكل معنى الكلمة، لأن سوت تغيير جذري سياسي واجتماعي واقتصادي. طيب أستاذ، لو نتحدث عن أوجه التشابه والاختلاف بين ثورة العشرين وثورة 14 تموز، شنو الاختلاف بيناتهم والتشابه من ناحية الأهداف والمتبنيات؟ طبعا بالتأكيد الثورتين صارت في مجال حدود 50 سنة بيناتهم، والثورتين انطلقوا من الشعب العراقي، وكانت تركيبة المجتمع العراقي تختلف في فترة الثورة العشرين عن ثورة 58. ونضيف إلى سؤالك أنه في الاعتراضات والمظاهرات الحالية حالية أيضا، الثورتين ثورة العشرين وثورة 14 تموز هي نتيجة غبن سياسي واقتصادي وترفيهي للمواطن العراقي. ثورة العشرين ثورة قام بها العشائر العراقية زائد الرجال الدين اللي هم أساس وأركان المجتمع العراقي في وقتها. أما ثورة 14 تموز فعلى العكس، اجتي من بعد ما وصلت المؤسسة العسكرية إلى مستوى راقي جدا، من الكلية العسكرية، كلية الأركان، البعثات اللي دزوها، زائدا جامعة بغداد اللي وصلت لها، فخلت أنه الاختلاف أنه هذه ثورة علمية مبنية على أسس علمية اجتماعية حديثة، مبنية على ثورة العشرين على أسس عشائرية دينية أكثر من غيرها. يعني التشابه بين الاثنين يا ستي الفاضلة انه الاثنين ثورات وطنية نقية، العمل على رفاهية المواطن العراقي وتوفير العيش الكريم له. هاي باعتقادك توفر العيش الكريم ورفاهية المواطن العراقي بعد 58؟ بالتأكيد ثورة 58 إذا تشوف الأسباب الأعمال الإنجازاتها اللي صارت، إنجازات ثورة 58 اللي صارت، صارت إنجازات كبيرة جدا على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي. على المستوى الداخلي ما راح ندخل بتفاصيل، بس نقول أنه الجامعات والدور السكنية وذوي الدخل المحدود وتوزيع الأراضي ومدينة الطيب ويعني البنية التحتية، مشاريع البنية التحتية كلها تمت في ذاك الوقت. الإنجازات الخارجية مثلا، أول شيء صار أنه سنة 1960 الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم طلب من الفريق الاقتصادي والسياسي والقانوني اللي عنده، اللي يتمثل بالمرحوم محمد حديد وهديب الحاج حمود وناظم الزهاوي وعبد الرحمن البزاز وإبراهيم كبا وعبد الوهاب أمين، بتشكيل وتأسيس منظمة أوبك، منظمة الدول المصدرة للنفط. قبل ما تتأسس هذه كانت الشركات الاحتكارية هي تحدد كمية الإنتاج النفط، وبالتالي يتحدد سعر النفط، وبالتالي يتأثر الدخل القومي للدول المنتجة للنفط. إلى أن تأمنت لما تأسست منظمة أوبك صارت هي اللي تحدد كمية الإنتاج، وبالتالي هي تحدد سعر النفط، وبالتالي تحدد الدخل القومي للدول المنتجة للنفط. هاي النقطة الأساسية تأثيرها لي حد الآن. احنا قبل شهرين ثلاثة منظمة أوبك من حددت وصل سعر البرميل 15 دولار و17 دولار، اجتمعت منظمة أوبك، أوبك بلاس يسموها الآن، لأن الاتحاد الروسي الاتحادية دخلت بالموضوع. شنو اللي صار؟ صار أنه اتفاق على تخفيض الانتاج، صعدت أسعار البترول إلى 42 دولار و43 دولار، أكيد راح ترتفع أزيد. كذلك قانون رقم 80 بتحديد الأراضي اللي تستغلها شركة نفط العراق اللي هي شركة البي بي والشيل والفرنسية والنيو ستاندرد نيو جيرسي ستاندرد كومباني، الدول الشركات النفط الكبرى.
قانون رقم 80 حدد انه فقط الاراضي والابار المنتجه المستغله ممكن استعمال، الباقي يرجع لملكيه الدوله. طيب الدكتور استاذ العزيز، اسمح لي لحظه واحده، تعتقد هي كانت نقطه تحول باتجاه الاقتصاد الريعي اكثر من ما هي مما هو اقتصاد متنوع الوصاد؟ بالعكس، انا اعتبر هي تعتبر اقتصاديا هي تعتبر بدايه التنويع بالاقتصاد. طيب ليش؟ تفضل. لانه يعني خل اسوي لك التسلسل مالتها، بس انا اريد ارجع للسؤال اللي تفضلت به قبله. فصارت شركات النفط الكبرى ضد ثوره 14 تموز، اضافه انه بوقت ثوره 14 تموز تم تنويع مصادر تسليح الجيش العراقي والقوات المسلحه العراقيه، بدا العراق يستورد اسلحه ويشتري اسلحه من مصر، يشتري اسلحه من الاتحاد السوفيتي، من تشيكوسلوفاكيا إلى آخره. فمصانع الأسلحة بالغرب صارت ضد 14 تموز ورجالات وسياسة 14 تموز، إضافة إلى طبعا الإقطاع. واحدة من إخفاقات ثورة 14 تموز هو قانون الإصلاح الزراعي. هذول التشكيل هذول مع ما موجودين داخل العراق من أذناب لهم خلوا تصير الانقلاب 8 شباط الأسود بإعدام الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم وإنهاء روحية وفكرية ووطنية ونقاوة ثورة 14 تموز. ثورة 14 تموز بالمناسبة أنقى وأكثر وطنية من أي ثورة في البلاد العربية أو البلاد الإسلامية كافة. أجيب لك مثل عليها أستاذ الكريم، لما صارت ثورة 52 وإجا جمال عبد الناصر ومحمد نجيب ما حدث أي خلل أو أي رد فعل غربي أو شرقي، لأن الثورة كانت بالتنسيق مع السفارات المعنية في داخل القاهرة. في يوم 14 تموز تفاجأ الجميع بقيام هذه الثورة الوطنية شرقا وغربا بالتاريخ مالتها. أكو نقطة مهمة هنا، يوم 15 تموز التخوف من بريطانيا صار انزال فرقه الاس اي اس اللي هي النخبه العسكريه الكبرى في المفرق في الاردن تخوفا من انتشار الروحيه. في يوم 17 تموز 58 راح تتوقف القصه هنا لان الوقت ده اكيد، بس أكيد لازم نكمل الفكره ولو نص الافكار، بس نكمل الفكره بس ارجو المعذره لان وصلنا لموعد موجز بعد في 17 تموز تم انزال الاسطول السادس الامريكي في لبنان. هذه الدلاله ان شاء الله بعد الموجز استاذ